شكل الحكم الصادر في قضية مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي أحمد أربري برصاص 3 رجال بيض في إحدى ضواحي جورجيا الموضوع الرئيسي الذي تطرقت إليه الصحافة الأمريكية الصادرة اليوم. فقد كتبت نيويورك تايمز أن 3 رجال بيض أدينوا بالقتل إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بملاحقة أحمد أربري، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 25 عاماً، وإطلاق النار عليه في قضية ساعدت إلى جانب مقتل جورج فلويد في إلهام احتجاجات العدالة العرقية العام الماضي. قالت الصحيفة وجهت إلى الرجال أيضاً تهم فيدرالية منفصلة بما في ذلك جرائم الكراهية ومحاولة الاختطاف، ومن المتوقع أن يمثلوا للمحاكمة في فبراير بسبب هذه التهم. وبالنسبة لواشنطن بوست فقد أثارت القضية جدلاً على المستوى الوطني، ظهرت فصوله حول المحاكمة التي استمرت أكثر من 5 أسابيع، ولاحظت الصحيفة أنه بالنسبة للكثيرين فقد اكتسبت هذه المحاكمة وزناً أكبر بعد تبرئة كايل ريدنهاوس الأسبوع الماضي. ومن جانبها اعتبرت وول ستريت جورنال أن وفاة السيد أربري لفتت انتباه البلاد بعد نشر مقطع فيديو يظهر إطلاق النار المميت، مشيرة إلى أن العديد من الجماعات والزعماء السود مدافعين عن حقوق المدنية قد أكدوا أن الأمر هو مثال على اليقظة العنصرية. وجاء في الصحيفة أن هذه القضية أعادت النظر في القوانين التي تجيز الاعتقالات من قبل المواطنين وأدت إلى اعتماد قانون بشأن جرائم الكراهية في جورجيا.